معالي الرئيس، خلال الأدوار الماضية تقدمت بسؤال عن ظاهرة هروب العمالة المنزلية، وكشفت الإحصائيات هروب 3400 عاملة منزلية خلال السنتين فقط، وهذا ما يعني وجود عملية منظمة لهروب عاملات المنازل، والمتضرر الأول هو المواطن والذي يدفع أموال كثيرة لاستخدام العمالة المنزلية، ويمثل ضرورة مع عمل الزوج والزوجة. معالي الرئيس، هروب هذا العدد الكبير يعني تضرر 3400 أسرة بحرينية. قام رب الأسرة بدفع مبالغ كبيرة للحصول على العمالة، وأكد وزير العمل برده بأن الكفيل هو من يتحمل تكاليف العاملة الهاربة لبلدها. قيمة استخدام العمالة الآن تصل إلى 2000 دينار، وبعد هروب العاملة بعد 3 شهور تعتذر مكاتب الخدم عن تعويض الأسر. عملية هروب العمالة المنزلية عمليات منظمة تدار من الخارج، وتهدد الأمن والسلم الأهلي، أيضا عصابات آسيوية، وهذا ما تكشفه قضايا التجار بالبشر، والذي تؤكد الاستقلال العاملات في أعمال مخالفة. وإضافة إلى ذلك، فإن النيابة العامة دائما ما تكشف من قضايا لتهريب العمالة المنزلية واستقلال من قبل العمالة الأسوية في أعمال مخالفة للقانون، منها التجار البشر. معالي الرئيس، عندي استفسارات من الحكومة، من هم المستفيدين من الهروب؟ ما هي المافيا التي تستر عليهم؟ كيف تتصرف الجهات المختصة عند إخبارهم بهروبهم؟ معالي الرئيس، يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة المستمرة، وإيجاد حلول عاجلة لارتفاع أسعار الاستقامة من خلال ضبط ومراقبة المكاتب، وفتح المجال إلى استخدام عمالة منزلية من دون إضافة، وذلك لفتح السوق وخفض الأسعار. هروب الخدم، طبعا احنا في المقترح مقدمنا، احنا نعاني من مشكلة هروب الخدم، ونعاني من وجود فراغ تشريعي للحد من هذه الظاهرة اللي تمنع هروب الخدم، وانه يكون عندهم حرية في الانتقال. احنا نشوف ان في ناس متخصصين وامتهنوا هذه المهنة، انهم يستحودون او يشوفون او يتصيدون الخدم، سواء في سكنهم او في خروجهم في اي مكان، انهم يحاولونهم لعمالة هاربة ويقدمون فيها خدمات اخرى. احنا نبي نقضي على هذه الظاهرة، نبي يكون في قوانين تقضي على هذه الظاهرة. احنا شفنا ان في الآونة الاخيرة ان صار في بوليصة التأمين عشان تعوض من المبالغ، ولحين هذه بوليصة التأمين ايضا عن هروب الخدم او عدم اكمالهم العقد اللي موجود، لحين هي مو موجودة بالشكل المطلوب. لكن احنا نبغي يكون في تشريع قوي ورادع نفس ما هو موجود في الدول المجاورة، يحد من هذه الظاهرة ويوقفها بشكل فوري. ما نبي يكون في حلول لحل مشكلة هروب الخدم انه يحاولونهم بشكل او باخر. نعم، هي ليست ظاهرة، هي مافيا منظمة، وللأسف في عدة جهات هنا بدون ما تدري هي قاعدة تساهم في هذا الموضوع. مثال، عدة مواطنين تكلموا ان هربوا خادماتهم، بعد فترة تلقوا اتصال من مراكز الشرطة التابعين لها، يروحون لمراكز الشرطة يطلبون منهم سلموا الجواز، يرفض، يقول لك اوكي هاي خادمة انا صارف عليها، شلون اسلمها الجواز؟ عوضوني، ابي اعرف شلون صارت، وين راحت؟ وللأسف ان الخادمات يجون يتبجحون بحماية من هيئة تنظيم سوق العمل، للأسف بحجة ان هذا حقوق انسان، وان الاتفاقيات دولية سمع عليه، نحترم حقوق الإنسان، نحترم اتفاقيات الدولية، بس احترموا مواطنينكم، احترموا هذا المواطن اللي دفع ما نعرف كم من جيبه أو من قوت أهله من أجل أنه يجلب خادمة، ما تقعد شهرين ثلاثة وتروح. بعض المكاتب الخدم يتنصل للأسف، وتلقى الخادمة بقوة القانون في البلد أنها تستلم جوازها وتروح تحول إلى كفالة أحد ثاني، شريك ثاني، بدون أي مشكلة. وكل ما تكلمنا قالوا والله السفارة تدعمهم. زين يا أخي، أنتم السفارات يعني تفرض علينا نحن في البحرين شروطها؟ هذه مافيا منظمة، مافيا مو ظاهرة، مافيا تجي شهر معين يعطونها رقم تليفون يتصلون فيها، اطلعي برا وخذوها. للأسف إنه يعني وين قوة القانون؟ فإحنا محتاجين أن يكون بقوة القانون يتم عملية تنظيم هذا الموضوع، معاقبة كل من يكون له يد في هذا الموضوع. طال عمرك إحنا في بيت الشعب، احنا طال عمرك في مجلس الشعب، احنا طال عمرك ممثل الشعب، ممثل المواطن البحريني، وممثل التاجر البحريني.
كم لجنة صارت في من غرفة التجارة مع وزارة التجارة مع التجار يطالبون ان يمددون من سنة لسنتين وانهم متأثرين، وشفنا الشوارع كله والمحلات كلها مسكرة. اذا كلش ما تسكرت ينفتح محل يمن الريال التاجر نفس العمال اللي كانوا يشتغلون عنده يفتحون يمنه، او تحصلينه مثلا في وين تحصلينه مثلا الفيز المرينة فوق سيكل ويلولي في الشارع ولا يدفع لا سجل لا رسوم لا كهرباء لا محل تجاري يدفع عليه يصلح لك هذه ولا ضمان عليه. وهاي التاجر البحريني اللي هو المضعضع. لو صيد قضية بسيطة مساء تكلمنا عن حقوق العمال، ما شاء الله وزارة العمل فاتحين لهم قصروا حقوق العمال، محاكم العمالية والله لو عليه راتب واحد يتأخر عليه، لو في فلوس بعد يعني فلس يدفعها قصبا عليه، يسوي له بلاك ليست في كامل السجلات الا يدفع اللي عليه كامل حق هالعامل لو يشكي عليه. احنا نتكلم احنا نقول لكم ان التاجر متضرر، ما في تجار الحين. اذا كان قبل مثلا 5000 تاجر يمكن الحين في كم؟ يمكن 500 ولا 300 واحد. كلهم الحين يا يروح وزاره المستثمرين ويحول روحه انه هو تاجر، كان فوق مسامحه كان عامل ينظف سيارات او انه كان مثلا في محل عادي صار الحين تاجر هو. السوق تضعضع. البحريني عنده التزامات قوية. قاعدين نقول لكم هذا المجلس واحد متصوت عليه، كل النواب بيصوتون لنا الموافقة. ما أدري ليش احنا قاعد يعني بعض النواب انه عنده تحسس، لا يبا احنا قاعد نتكلم عن المواطن الحين، نتكلم عن التاجر اللي ما قدر ياخذ عن مهنة. ضعف السوق الحين هو. ما يصير كذي. نامر ان احنا بيسوينا مدة سنتين غرفة تجارة موافقة، بعد من تبوني بكم موافقة يعني 3 سنوات حتى 4 سنوات، وبعد باش بعد بين قانون على الخدم سنة واحدة. وي العامل طال عمرك خام، ويقوم التاجر يعلمه ويعلم المهنة، وعقب ما يصير اوكي يبوق الملفات مال الارقام مال كاستمر ويطلع فوق سيكل يتصلون يقول انا بسويكم برخيص وياخذ الشغلة كلها. هل نشوفه مرن بحرينيين انت ما تصلح حق ناس مال فرويز ركبوا لكم ليتات وهالسوالف؟ نعم. مساعي تكلمون النواب؟ واضح. العمر الساعه 3 الحين بنمشي احنا؟ واضح. عندنا وايد مقترحات.